تحبي ترشحي لنا ايه من الروايات الاجتماعيه اللي من وجهه نظرك شايفه ان هي محققه نجاح كبير جدا وانه حقيقي القارئ ممكن يستمتع وهو بيقراها؟ لو روايات اجتماعية رومانسية إلى حد ما، فمن أكتر الروايات اللي حققت نجاح كبير جدا لما نزلت كانت الأسود يليق بك للكاتبة أحلام مستغني، ورواية في قلبي أنثى عبرية للكاتبة خولة حمدي، رواية مهمة جدا خاصة كمان في ظل الأحداث اللي بتحصل حاليا. في كمان بمناسبة الأحداث رواية اسمها أم سعد لغسان كنفاني، وهي رواية صغيرة يعني ممكن كمان القارئ المبتدئ يقرأها في قعدة واحدة، يعني هي رواية صغيرة جدا وكويسة جدا، بتشرح المجتمع الفلسطيني والأم الفلسطينية تحديدا، معاناتها وتعاملها مع الظروف المحيطة بيها. في رواية اسمها وكالة عطية للكاتب الكبير خيري شلبي، رواية من أفضل في قائمة أفضل 100 رواية عربية. برضو في نفس القائمة في رواية اجتماعية اسمها المسرات والأوجاع لكاتب اسمه فؤاد التكرلي، دي رواية مهمة جدا. في روايات كتير يعني معظم روايات عمنا يعني نجيب محفوظ، في رواية اسمها رحلات ابن فطومة لذيذة قوي قرأتها مؤخرا، وهي من الروايات اللي يعني مش ملهاش رواج قوي في أعمال نجيب محفوظ، ولكن هي رواية صغيرة بالنسبة للقراء اللي عايزين يقرأوا حاجة مثلا صغيرة وفي نفس الوقت تكون لأديب كبير زي الأديب نجيب محفوظ يعني الله يرحمه، فهي رواية هتفيدهم جدا.